نقول الفراديس، قصيدة لم تكتمل. فرطوس مفرطس في الهوى فراطيس، داير دماغنا زي نوب أراطيس، أراطيس ناخدها من رئيس لرئيس، وبهية نامت كلها في الكوابيس. فرطوس مفرطس في الهوى أحلام، أول ما نحلم تبتدي الأوهام، نحلم ونحلم تكبر الأحلام، حرية عادلة والحقوق بميدان، وزنوا وعبوا حقنا في أراطيس. فرطوس مفرطس في الهوى شالوا، شالوا اللي حطوا وحطوا مين شالوا، والكل ري الصحبة ومجاله، وبطرت شالوا ضلموا الفواليس. شكرا. شكرا. تعليقات؟ تفضل يا محمد. رائع يا احمد، جميل، عجبتني جدا. انا مش عارف فاهم يعني ايه القصيده اللي بتكتمل، اسمها كده ولا هي ما اكتملتش ولا ما اكتملتش؟ انا شايف انها كده خلصت يعني، ما فيهاش حاجه تاني تتقال يعني، ده تقريبا يعني. ده وجهه نظرك يعني. انت بتبص لي يا هاني، ما تقصدش يعني، مش عارف يا هاني. انت شايف انها اتقفلت ودي وجهه نظر صحيحه؟ وهو شايف انها لم تكتمل وهي وجهه نظر ايضا صحيحه. لا انا شايف انها تمام كده، والسهوله اللي احنا بنتكلم عليها وبرضه هو برضه بيتكلم عليها. في نقطه تانية، احنا ليه مدام احنا بتقول حضرتك او تمام يعني لما تقول ما لا يفهم، طب ليه احنا بنكتب بالعاميه؟ ليه ما نكتب بالفصحى بقى؟ لانها لغه التواصل. يعني ايه لغه التواصل؟ مش لغه الناس اللي انا بوصلهم الحاجه المعنى اللي انا عايزه؟ صح؟ انت لاحظت بده؟ ليه نكتب بالعاميه؟ انا بنكتب بالعاميه عشان نوصل للناس اللي بتتكلم باللغه دي. طب انا اعمل لك ايه طيب؟ يعني لو زمان في الشارع الجاهلي هتلاقي حد بيقول بنفس اللغه اللي هو بيتكلم بيها. طيب حقه يا عم. طيب ليه بقى نكتب بالعاميه ما دام انت بتقول لا انا بكتب بالفصحى بقى؟ ما دام انا يا عمي انت براحتك، انت اللي بتقول حضرتك، انت اللي بتقول. والله انا قال مش قصدي اللغه، لكن قصدي المستوى الثقافي. لا، في فصحى وفي عاميه، زي ما انا كتبت في العاميه يبقى ابسط عشان الناس تفهم. طيب ده براحتك انت، عايز في الفصحى اخد بالك اصعب عشان الناس بتوع الفصحى يفهموا. بس ده انا رايي. ده رايي. طب انا ما طب اشكرك شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام.